والفلوس والمليارات، زين بدلت وزير الكهرباء قلنا يا الله، والكهرباء ونفسه وزير رئيس الوزراء قال ان شاء الله هذا الصيف الكهرباء راح تتحسن، ولحد الان كهرباء ماكو. زين احنا ناس كسبه، زين باكر عقبه راح يجيك ايجار. زين ابو المولده هالشهر ان شاء الله يقول 20,000 دينار، لان يقول لك كهرباء ماكو. زين احنا قصه الكهرباء شو نفتهمها؟ اكو بها شغله سياسيه، خلي يطلع على التلفزيون رئيس الوزراء يقول يابا ترى اكو شغله سياسيه، واكو دول اقليميه، اكو دول جوار، وهذا ما تقبل تعطينا كهرباء. نريد نفتهم كهرباء وين بدها تروح الكهرباء؟ هاي المصاريف وينها؟ الفلوس المليارات مال 20 سنه، هسه مو 20 سنه عم 10 سنين لكم تاخذوها، و10 سنين تعطونا كهرباء. نعوالس عم تطب جوا تطب جوا، وشوف العالم تطب الكهرباء. قل ما الدجاج ناس منتهيه حاره تذبح ذبح، ما لا عندها مولده لا عندها كهرباء لا عندها شيء. تروح تخصص لي الكهرباء بالحارثيه؟ الكهرباء مو زينه يعني، حتى مجمده ملت لحي تبرد. العالم كلش متاذيه من هاي السالفه، حتى حراق دا تصير. هاي ذيك المره هنا صار همتين حريق بالفندق احترق من وراي السالفه مال الكهرباء. وشالت. اكو شركات هسه موجوده هو يعرفها السوداني. ليش ما يتعاقد وياهم بدون فلوس؟ ما يردون فلوس هاي الدول مثل الصين. شركة سيمنز ما يردون فلوس، يردون نفط بالآجل حتى ما يأثر على الميزانية. أعطيهم كل يوم بين يوم ويوم يوميا أصدرهم 10,000 برميل نفط، ينصبوا لك مولدات محطات عملاقة بالعراق، تغذي من الشمال للجنوب.